السلام عليكم، صباح الخير، كيفكم؟ كويسين؟ موضوعنا اليوم في Small Talks by إيمان على نحن كيف نحافظ على صحتنا، يعني كيف نكون نعيش بطريقة صحية ونحافظ على صحتنا ونحسن من صحتنا. أوكي؟ طيب، هي ما عبارة عن حاجات احنا بنعملها لأسبوع شهر ونوقف، لا، هي تغيير لازم احنا نحاول نغير نظام حياتنا كامل، ولازم ندخل فيه حاجات يمكن احنا بالنسبة لنا ما كنا منتبهين لها. نبدأ بأول حاجة، انه نحن نحاول كل يوم انه نصحى بدري. انا الايام دي مع المدارس وكذا بصحى بدري، يعني فلاحظت الفرق انه لما الواحد يصحى بدري بينجز وبيلقى عنده وقت قد طويل وبيقدر يعمل حاجات كثيرة، يعني بيكون حاسس انه عنده طاقة وكذا، فبديك شعور بالإيجابية وشعور بالسعادة ان انت والله في وقت طب كتير وممكن تعمل حاجات كتيرة وكذا. الحاجة الثانية الأكل. أهم وجبة في اليوم الفطور، لازم نفطر الصباح، مش الساعة 10، يعني نشرب شاي بالبسكويت بعدين ننتظر للساعة 10 ونفطر، لا، أول ما نصحى نفطر فطور كده رهيب مدنكل، يكون فيه بروتينات، فول، بيض، عدس، ومعاه كوباية الشاي. الفطور لأنه حيمدنا بطاقة وحيخلينا منجوع، البروتينات بتخلينا منجوع يعني طوالي سريع، فبتخليك بتديك طاقة، يعني الطاقة اللي بتديها البروتينات بتكون شوية شوية بتطلع، يعني بتطلع شوية شوية زي السكريات والنشويات. أوكي، الوجبات كلها ما نحاول إنه نحنا نتفادى أو تسكيب وجبة. وجبة الغداء ناكلها في مواعيدها، والعشاء ناكلها في مواعيدها، ونحاول بين الوجبات ناخد لنا وجبات خفيفة أو سناكس تكون فواكه، خضار، زبادي، على أساس شنو تشبع الواحد وما ينزل في حاجات تكون غير صحية ياكل فيها ناس شيبس وشوكولاتة وكذا وبيبسي وبتاع. طيب، تاني حاجة بخصوص الأكل، إحنا نتفادى نجيب حاجات جنك فود في البيت، يعني الحاجة دي ما بتكون بس لك انت، بس بتكون لناس البيت والعيال، يعني المنجي في البيت، الشوكولاتات والشيبسات والبيبسي والفيزي درينكس والحاجات دي في البيت تكون ما فيش، عشان لما تكون موجودة بتكون هي اسرع حاجة الواحد يتناولها كده، لما يجوع يمشي يفتح له ويقرمش له شيبس وياكل شوكولاتة ويشرب له بيبسي وكده، فيبعد ان هي تكون موجودة في البيت عشان بالتالي يتفادى ان هو ياخدهم. تاني حاجة في الوجبات، العشاء يفضل ان الواحد يتعشى عشاء خفيف، ما يتعشى عشاء تقيل، واخر وجبة ياخد الساعة 9، وبعد كده يعني ما يتعشى ويرقد ينوم، يعمل حسابه انه على الاقل ساعتين كده من النوم قبل النوم هو يكون متعشى، يعني بطنه فاضية، ما يكون ياكل ويرقد ينوم. تاني شنو بخصوص الاكل، برضو نحاول نتفادى الاكل من برا، الجنك فودز اللي هم الاكل الوجبات السريعة، البرجرز والحاجات دي، ممكن تكافئ نفسك مرة في الأسبوع كده، ويفضل انت الأكل تكون طابخه في البيت، تكون عارف انت خدت فيه شنو، كمية الزيت اللي خدتيها، كمية الملح اللي خدتيها، فبالتالي انت تقدر يعني تظبط الحاجات دي في البيت. بعد ما أكلنا نجي نشرب الموية، لازم 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 نشرب موية كثيرة في اليوم أثناء اليوم. احنا جسمنا 60-70% من جسمنا عبارة عن موية، فلازم الواحد يشرب حوالي 2-3 لتر في اليوم. واحد يمكن في الاول يقولك ما عطشان ما كذا، ما الا اللي يحتاج، لازم يدرب نفسه وعود نفسه انه يشرب مويه كتير، املى له باغه بتاعت مويه جنبه، ووتر بوتل، المهم انه لازم يشرب المويه كتير، وحتلاحظوا الفرق ده، لما الواحد يشرب مويه كتير البشره حتتغير والشعر حيتغير، ويعني الواحد حيكون اكتر صحته حتتحسن اكتر. ثالث حاجه الرياضه، لازم ندخل في يومنا برنامج بتاع الرياضه، مشي، نط حبل، مشي سريع، يعني على الأقل 30 دقيقة في اليوم نعملها مشي، نعملها مش مشي، نعملها رياضة. أوكي، 30 دقيقة في اليوم نتريض، تمام؟ لأن مثلا الواحد ما يكون متعود على الرياضة يدخلها شوية شوية لحد ما إنه جسمه يتعود عليها، وحيلقى إنه هو نفسه ما حيقدر يبعد عن الرياضة. الرياضة جميلة لأن هي شنو؟ بترفع الهرمون الاندورفين في الجسم، وبتحسس الواحد بسعادة وبطاقة وبإيجابية. تاني شنو أيوة، النوم مهم، عارفة ان الامهات صعب النوم ينوم وكده، لكن نحاول انه لازم نحن اثناء اليوم ننوم، ما اعرف عدد الساعات كم، لكن لازم ناخد لنا نوم كده مريحة ونرتاح فيها وكده. less screen time،
تلفونات، موبايلات، التلفزيون، اللابتوبات. نحاول انه اليوم ما نكون نحن بس منشغلين ماسكين التلفون اليوم كله، نحاول انه ننظم يومنا. الواحد لو من الصباح قام وكتب حاجاته اللي هو عايزها في ورقة، انه هو مش حاجات اللي هو المفروض يعملها في ورقة، ونظم وقته، حيلقى روح انه انجز اكتر، وحيحس بإيجابية وبسعادة، وحيكون مبسوط من نفسه. تاني حاجة هي صحتنا النفسية، mental health. يعني نحن المنتل هيلث احنا نكون ايجابيين، ونبعد من الحاجات السلبية في حياتنا، نكون ايجابيين، ودي برضو بتعزز صحتنا. فنحب نفسنا وناخد مي تايم، يعني وقت مختص لك انت بس، لك انت بس، كوباية الشاي، تطلعي تتمشي كده، ده وقت حقك انت، خاص حقك اثناء اليوم. نكون عندنا إيجابية تجاه الحاجات، ما يكون في سلبية تجاه الحاجات. البوزيتيف اتيتيود مهم جدا بالنسبة لحياتنا. في ضغوطات كثيرة في الحياة والستريسز وكده، فبالحاجات اللي قلتها دي، ان الواحد يتريض، الواحد يشرب مويه، الواحد ياخد مي تايم، ممكن تساعده انه هو يحسن او يقلل من الشعور اللي بيتعرض له عند الضغوطات النفسية. فزي ما قلت، دي عبارة عن حاجات الواحد يغيرها في يومه وفي حياته، ما هي حاجة بتتعمل بين يوم وليلة، حاجات هو ما متعود عليها يدخلها شوية شوية. فهي تغيير في البيهيفير بتاعه، behavioral changes، فهي حيكون عليها أثر على المدى القريب والمدى البعيد. ولما يعملها في البيت بتكون له هو ولأطفاله، فبكون ربى أطفاله على حاجات صح، يعني على عادات صحية، ما حتكون على يعني عادات صحية كويسة، ما هي عادات صحية سيئة. ودمتم بخير، مع السلامة.